أحد الأسباب لزيارة للمنطقة هو مناقشة مستقبل غزة. ماذا سيحدث بعد هذا الصراع الذي نأمل أن يحدث بأسرع وقت ممكن، وأن يكون هناك بعض الأمن والاستقرار إضافة لتقديم الخدمات في غزة، سواء أكان ذلك من خلال مزيج من السلطة الفلسطينية وضمان مساعدة بعض الدول الراغبة بالمساعدة، وربما أيضا بتطبيق بعض قرارات مجلس الأمن بقوة صغيرة. ينبغي أن لا يقبل أي بلد هو تهديد الملاحة البحرية في هذه المنطقة، وهذا أمر حيوي لبلدان بما في ذلك مصر تحديدا. سوف ننشر سفن لحماية الملاحة البحرية، هذا أمر أساسي، وإذا كانت إيران تشعر بالقلق حيال ذلك أول ما ينبغي عليها القيام به هو تحدث إلى أدرعها بمن في الحوثيين.